طرق تخلص الجسم من السموم. اشرب الكثير من الماء، لأنه كلما شربت أكثر زادت سرعة خروج السموم من جسمك. تجنب السكريات المكررة، لأنها تزيد من فرصة الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب. وبدلا من قهوة الصباح، تناول الشاي الأخضر. جرب الصيام من وقت لآخر. فيمكن أن يساعد الصيام لمدة يوم أو يومين في تطهير الجسم من المواد الضارة.